تحت عنوان توثيق ورقمنة التراث الثقافي العربي، نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع الثامن للجنة الدولية للحفاظ على التراث التاريخي الإنساني بحضور ممثلي عدد من المنظمات العربية والدولية. تأتي هذا الاجتماع أهميته تنبع من كون هناك عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية تشارك فيه لبلورة خطة منهجية تجاه وضع آليات في سبيل الحفاظ على هذا التراث وصونه وحمايته من الاندثار، بغض النظر عن عوامل هذا الاندثار من حروب أو من غيرها. الحقيقة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي شاركت مبكرا، أولت هذا الموضوع اهتمامها وهو حماية التراث. يأتي هذا الاجتماع تضامنا مع فلسطين في ظل الحرب على قطاع غزة وعمليات التدمير وطمس وانتهاك للتراث والقطاع الثقافي في الأراضي المحتلة. اليوم جايين احنا نشارك في موضوع توثيق التراث الفلسطيني. طبعا هذا الموضوع جدا مهم وجدا خطير بالنسبة للقضية الفلسطينية. بنحاول ان احنا نعمل جهدنا بتوثيق التراث الفلسطيني غير المادي، هذا راح يساعدنا عشان نقدر احنا نحمي هذا التراث من التحديات اللي بتواجهنا، التحديات العولمة وتحديات التوسعات اللي بتصير في العالم، واهم من هاي التحديات هي التحديات اللي بنواجهها في مواجهة محاولة طمس الإسرائيلية. يتناول جدول أعمال اللجنة حماية تراث فلسطين، حيث تناول البرنامج إعداد موسوعة التراث الثقافي العربي وملحق بها وثيقة خاصة للتراث الثقافي الفلسطيني، وعمل بلوغرافيا عن كل ما كتب عن تراث فلسطين بالإضافة إلى بنود أخرى في مجال التراث. تحديات عديدة تشهدها المنطقة العربية خاصة بسبب الصراعات والحروب المستمرة، وخاصة في دولة فلسطين والحرب على قطاع غزة والتي أثرت على كافة القطاعات ومنها القطاع الثقافي ومحاولة تهويد الثقافة الفلسطينية. لذا يأتي هذا الاجتماع للحفاظ على الموروث والثقافة الفلسطينية والثقافة العربية بشكل عام في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة العربية. من داخل أروقة الجامعة العربية منذر أبو دوح، أني الأخبار.